ثاني أكبر مديرية للتقاعد بعد العاصمة بغداد لا تمتلك بناية لها في نينوى. مديرية التقاعد في المحافظة تعمل على إنجاز معاملات المواطنين في بناية كانت روضة للأطفال، سمحت مديرية التربية لهيئة التقاعد بشغلها وذلك لعدم امتلاكها بناية خاصة. للأسف مثل ما تشوف في بناية روضة مشكورة طبعا وزارة التربية وبالذات تربية محافظة نينوى لسعة صدرها طبعا كرمها لإعطاها روضة القادسية لاستقبال شريحة المتقاعدين. طبعا هذه البناية مثل ما تشوف بناية غير ملائمة لاستقبال شريحة المتقاعدين. مع احترامي يعني المكان والهذه، بس هي مكان غير مناسب، يعني هو اصلا هذا المكان مو مكان يعني بنايه ما تقاعد، هذا بنايه روضه مع طلاب مال صغار. اربع سنوات مرت على تحرير نينوى وما تزال مديريه التقاعد فيها من دون بنايه، رغم الزخم الهائل الذي كان عليها بسبب تراكم المعاملات إبان احتلال نينوى، جعل هذا الأمر المتقاعدين يقضون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس أو السقائف المعدنية الحارة من أجل إنجاز معاملاتهم. وتعامل الموظفين تعامل جيد بالنسبة للموظفين والمدير تعامل جيد، بس المشكلة المكان كله كرفان، عبارة عن كرفان والجو حار، فما يدين بالمتقاعد الذي خدم الوطن وخدم هاي الشريحة شريحة الشعب. بين دائرة ودائرة مسافة، حبذا ليكون هناك يعني مثلا مجمع دائرة التقاعد دائرة التعويضات مثلا والشهداء في مجمع كامل، حتى المواطن يجي من دائرة لدائرة لا يصرف مصاريف. الثاني لو ما عندنا سيارة أكو ناس فقرة يمكن تتقام يضبون كراوي يدرك فلوس. ويضاف إلى مشكلة البناية مشكلة أخرى هي بعد دوائر المحافظة عن بعضها، فأحيانا يحتاج المتقاعد لساعات من أجل الانتقال بين دائرة وأخرى والعودة إلى التقاعد، مما يجعل تصديق كتاب واحد يحتاج إلى يوم كامل. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.